الحمد لله عمر الخلق بفضله وأمطرهم بوابل السحائب وعمهم بنيله ولطف بهم عند النوائب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا صاحب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم الأصل عظيم المناقب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما طلع طالع أو غرب غارب. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فالتقوى أفضل المكاسب وأجزل المواهب. أيها المؤمنون، معرفة الله تعالى أصل الدين وسلم اليقين، والله سبحانه له من الأسماء أكرمها ومن الصفات أعظمها، ومن أسمائه سبحانه الرحمن والرحيم، ومن صفاته الرحمة، وهي صفة كمال لائقة به سبحانه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. عباد الله، إن رحمة ربنا سبحانه عامة شاملة عمت الكون ومن فيه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وآثار رحمته سبحانه ظاهرة للعيان واضحة للأنام، فبرحمته خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسوى جسمه، وأحيا روحه، وأمده بالعقل، وغذاه بالنعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وبرحمته خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض، وجعلها مهاداً وفراشاً وقراراً وكفاءً للأحياء والأموات. قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. وبرحمته سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب، هدى هدى للخلق بعد ضلالة، هدى للخلق بعد ضلالة، وتعليما بعد جهالة، وتبصيرا من عمى، ورشدا من غي. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن دلائل رحمة الله سبحانه إنشاء السحاب، وإنزال الغيث، وإحياء الأرض بعد موتها، فمنها يأكل الخلق ويقتاتون ويدخرون. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ووضع سبحانه الرحمة بين عباده وبين الحيوان ليتراحموا، فما رحمة الأم بأولادها
وما رحمة القلوب البشرية بالضعفاء، وما رحمة الطير والوحش بعضها ببعض، إلا فيض رحمة من رحمات الرحيم سبحانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، أخرجه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة، وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئًا بهذه الرحمة الواحدة، كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. معاشر الأخيار، ومن رحمته سبحانه بعباده فتح باب التوبة لهم، ومغفرة ذنوبهم، وستر عيوبهم، إذ حلمه سبق غضبه، وعفوه سبق حلمه، وعفوه سبق مؤاخذته، وعفوه سبق مؤاخذته، ثم يدخلهم جنته برحمته لا بأعمالهم فحسب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. أخرجه البخاري ومسلم. نفعني الله وإياكم بكتابه العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات وأقبل على الطاعات والقربات. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والاستغفار جالب للرحمة، دافع للنقمة. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن رحم عباد الله رحمه الله، ومن رحم عباد الله رحمه الله. وفي الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب أجمعين.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم سدد جندنا المرابطين في الحدود والثغور كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت ربنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.